الدكتور خالد زايد، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لنتحدث معه في البداية. دكتور خالد، برحب بحضرتك على القناة الأولى. فندم، بنتكلم عن حجم كبير جدا من المعونات والمساعدات. كيف يتعامل الهلال الأحمر المصري مع هذه المساعدات، وما الأولوية التي تدخل للقطاع؟ يمكن في البداية حابب من شاشة القناة الأولى نوجه كلمة شكر للشباب المتطوعين اللي بيشتغلوا الليل بالنهار من بداية 7 أكتوبر وحتى تاريخ اليوم، وهم يواصلون العمل الليل بالنهار من بداية نزول الطائرات عبر مطار العريش الدولي اللي وصل فيها عدد الطائرات إلى أكثر من 57 طائرة. ومن هنا يبدأ عمل الشباب من تفريغ الشاحنات من الطائرات أو من الشاحنات، ومن ثم إعادة تخزينها مرة أخرى في مخازن استراتيجية وإعادة إرسالها إلى الجانب إلى قطاع غزة، بالتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الصديقة مثل التحالف الوطني وحياة كريمة وعدد من المؤسسات المصرية والمساعدات التي تأتي من الدول العربية التي وصل عدد الدول فيها إلى أكثر من 19 دولة و14 منظمة أممية من كافة دول العالم. شكرا جزيلا دكتور خالد، هذه المعلومات.